مساء الخير. بحلقة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافة العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فيلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قالهم إلا يتابعونا، خليكن معنا. Legendary love, forever you and me. Underneath the sun, no other place I'd rather be. فيرتيني بيفيردان بروجكت سكني فخم ألف من 2 تاورز و 33 أبارتمنت. أما العدد الأفيلبل للبيع فهو 21. لوكيشن استراتيجي بيفيردان كاشف على فيو مدينة وبحر. تاور A مألف من 14 طابق، أما تاور B 4 طوابق. أبارتمنت سامبلكس ابتداء من 170 ل 340 متر مربع. هاي سبيسيفيكيشنز من ضمنهم 2 برايفت جنريترز، 2 إليفيترز بكل تاور، كل تاور عنده برايفت انترنس، و 33 ابارتمنت مقسمين على 2 تاورز، قسم شقه بالطابق وقسم شقتين بالطابق. اما بالداخل يوروبيان ماربل بالصالونات والباثرومز، وخشب ماسيف بالغرف، بالاضافه لسانيتري اوروبيه، وكيتشن خشب تك مع توبريزين، كونسيلد وسنترال اي سي سيستم وهيترز. فيرتيني بروجكت بيجمع بين المودرن واللكجري لايف ستايل بموقع استراتيجي بفيردان. 21 أبارتمنت هاي أند أفيلبل للبيع، وكل شقة تابع لها أندرغراوند باركينج وستورج روم. ستارتينج برايس 4500 دولار بالمتر. رادار أكبر بروجكت أندر كونستراكشن بيشمل لبنان، خاص للسكن والسياحة. بيمتد على مساحة أرض 720 ألف متر مربع، وموقعه بتربل قريب من مدينة طرابلس. ثلاث أنواع من الفيلال. الأول تريبلكس مساحته 173 متر مربع مع 500 متر مربع جاردن وثلاثة بادرومز. تاني نوع على شكل فيلا لكن شقتين مستقلين، مساحة كل وحدة 150 متر مربع مع 500 متر مربع جاردن وثلاث غرف نوم. أما تالت نوع دوبلكس 116 متر مربع مع 400 متر مربع جاردن وتو بيدرومز. الميرادار بروجكت ضخم وآمن بمنطقة هادية، مأمن فيه جميع الخدمات بمساحات فيلا مختلفة. أما التسليم بآخر 2018. ويز هيلز هاي اند بروجكت بمرحله الكونستراكشن، موقعه استراتيجي ببعبده قريب من وزاره الدفاع وعلى بعد 10 دقائق من بيروت. فيو بتل على البحر والجبل، ارتفاعه 350 متر عن سطح البحر. بروجكت مؤلف من 13 بلوكس للسكن. مساحات السامبلكس بتتراوح بين 190 و 230 متر مربع بالاضافه لجاردنز. أما الدوبلكس بين 330 و 400 متر مربع بالإضافة لتيراس. لوكجري فينيشينج بالداخل. بروجكت خاص للسكن بجيتد كوميونيتي ومأمن فيه سيكوريتي عالية. من أهم الخدمات المأمنة بالمشروع جيم، سوبر ماركت، جاردنز، 2 سويمينج بولز وكافيه. سبيسيفيكيشنز عالمية منها عمار إيكو فريندلي، ووتر بروفينج سيستم، سيستم ضد الزلازل، دبل جليزينج وبرايفت جنريترز. كل أبارتمنت تابع لها 2 ل 3 باركينج بالإضافة لستورج رومز. لويزي هيلز لوكجري بروجكت ببرايم لوكيشن وأكسس سهل من الأوتوستراد ومعايير عمار عالمية. أما التسليم بآخر صيف 2019.
لوكجري دوبلاكس للبيع بالمونتي فيردي تحديدا ستريت نمبر 2، منطقة آمنة وفخمة بمحيط كله خضار وفيو 360 درجة. بناية هاي اند بآخر مراحل الفينيشينج. مؤلفة البناية من 4 طوابق. للبيع سامبلكس 200 متر مربع ودوبلكس 600 متر مربع. مؤلف من روف 400 وطابق سامبلكس 200. إمكانية فصلهم ليكونوا شقتين منفصلين ومستقلين أو دوبلكس واحد مساحته 600 متر مربع. دوبلكس ضمنه تيراس 130 متر مربع مع تجهيز لسويمينج بول كاشف على فيو من الجبل للبحر، ومؤلف من 3 ماستر بدرومز مع صالونات وكيتشن مستقل. أما السامبلكس 200 متر مربع مع 3 بدرومز وحدة ماستر، هاي أند فينيشينج بالداخل والكيتشن حسب الطلب. بناية فخمة بمنطقة المونتي فيردي بشارع سكني كله فيلال بتطلع فيو بحر وجبل. دوبلكس 600 متر مربع للبيع، ممكن فصله لشقتين مستقلين تابع لإله كاف وباركينج. سامبلكس 495 ألف دولار ودوبلكس 890 ألف دولار. كشفت وزارة الإسكان السعودية أن على وشك إبرام اتفاق مع المصارف لتمويل المواطنين ذوي الدخل المنخفض بشكل إلزامي، كما اتفقت مع وزارة العمل لتوفير التأشيرات اللازمة لإتمام المشاريع السكنية اللي بيحتاجها المقاولين بمشاريع الإسكان. وشدد بعض الخبراء العقاريين على ضمان التمويل العقاري، وأكدوا أنه هالمبادرة راح تقلل المستبعدين من التمويل العقاري، إذ أنه المصارف ما بتمول من رواتبهم أقل من 5000 ريال، وبهالمبادرة راح تلتزم المصارف بتمويلهم مع كبار السن والمتقاعدين. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كتيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وترسونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكن تتصل فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضا لكيفية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا ترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على الموعد.